حفاظا على التراث المعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، وإضافة إلى حملاتها التحسيسية المستمرة، نظمت جمعية ذاكرة الدار البيضاء اليوم وقفة احتجاجية للفت النظر إلى المخاطر التي تتهدد العشرات من البنايات بالمدينة. التفاصيل في روبورتاج سانية حارسي ومبارك الإبراهيمي. هنا في هذا المكان الذي تحول إلى ركام من الأتربة والأحجار، كانت توجد إحدى روائع الهندسة المعمارية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وللتنديد بالهدم الذي تتعرض له البنايات التي تعود إلى العهد الكولونيالي. الدار البيضاء في حالة تعبئة من خلال الحملة التحسيسية لجمعية ذاكرة الدار البيضاء، تأسست قبل 10 سنوات لإنقاذ هذا الإرث الذي يرمز لحقبة من تاريخ العاصمة الاقتصادية. بعد مرحلة التحسيس سنمر إلى المرحلة العملية. عاجلا أو آجلا سيكون هناك مخطط لإنقاذ المدينة، على أننا نطالب ألا تكون الحماية على مستوى كل بناية على حدة، بل أن يكون المخطط شموليا يضم وسط المدينة والمدينة العتيقة. ولهذا نطالب بتجميد رخص الهدم حتى إذا تم تهيئ المخطط نجد ما يمكن حمايته. 50 بناية سجلت الجمعية كتراث يتطلب الحماية باعتباره ثروة لا تقدر بثمن، والتذكير في نفس الوقت بأن الدار البيضاء كانت توصف حتى زمن قريب بمختبر التأهيل الحضري. من المهم أن تحافظ الدار البيضاء على ذاكرتها وألا تدمرها، ومدينة كالدار البيضاء لا يمكن أن تتقدم إلى الأمام دون أن تكون في صلح مع ذاكرتها وأن يتم احترام هذه الذاكرة. معظم هذا النوع من البناية تم هدمها رغم اعتبارها تراثا لتنبت مكانها عمارات بدون هوية. إننا بذلك نقطع أوصال تاريخ المدينة. فيلا المقري التي تعود ل 1920 وفندق أنفا الذي احتضن اللقاء التاريخي بين روزفلت، تشرشل وديغول في وقت بدأت فيه الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها مع حلول 1944 أصبحت كلها في خبر كان، ولائحة التحف المعمارية المماثلة التي تعرضت لغزو الجرافات طويلة.